بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم خير مشاهدينا من وطن الخير مملكتنا العزيز الحبيب البحرين دار السلام والأمان. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج البحرين اليوم، ويتجدد اللقاء معاكم اليوم أحبتنا بموضوعات وأخبار وتقارير منوعة من كل زوايا وأركان وطننا الحبيب الغالي. الحين مشاهدينا خلونا نبدأ معاكم حلقتنا لهذا اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. شكلت جامعة البحرين منذ تأسيسها عام 1986 رافداً عصرياً لأجيال متعاقبة من الكوادر والكفاءات الوطنية المتميزة، التي أسهمت في تشكيل بناء وتحقيق إنجازات ملموسة في مختلف قطاعات العمل الوطني في المملكة، بحيث خرجت العديد من الشخصيات المتميزة والمؤثرة. وكذلك هذا العام قامت الجامعة بتخريج عدد كبير من الطلبة المتميزين من مختلف الكليات. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. مكاني للفخر والازدهار صاحب السعادة، إن جامعة البحرين لتفخر وهي تتلقى. من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أقامت جامعة البحرين حفل تخريج الفوج 23 بقاعة الشيخ عبد العزيز. حفل التخرج للفوج 23 الجامعة من جميع التخصصات بكليات الجامعة المختلفة، العشر كليات. طبعا هذا اليوم يوم مميز في حياة الطالب، فهو ينتقل من حياته الجامعية إلى سوق العمل، وينتقل إلى الحياة مثل ما نقول. ونهنئ في الواقع الأولياء الأمور اللي تعبوا ووقفوا مع أبنائهم لتوصيلهم لهذا اليوم. الجامعة تؤمن بأن حفل التخرج هو ملتقى جيد يعني يجتمع فيه كل الخريجين، يتذكرون أيام الدراسة، يتفاهمون، ربما يتفقون على مثلا رفع توصيات أو مقترحات لإدارة الجامعة، ونشجعهم على أن يسجلوا في نادي الخريجين، لأن نادي الخريجين هو بوتقة لكل خريجي الجامعة يلتقون فيها ويقدمون بعض مقترحاتهم لمجلس الجامعة. مجلس الجامعة يأخذ في أشياء كثيرة. إحنا عندما نعد البرامج للبكالوريوس نطورها أو الماجستير، دائما نستطلع آراء هؤلاء الخريجين. أوجه رسالة إلى جميع طلبة العلم، أن العلم هو يعني ما ينتهي، لازم الإنسان دائما يطور من نفسه، ومهما بلغ من العلم أن العلم في مرحلة أخرى يوصل لها، ولازم يجيب استنتاجات جديدة وأبحاث. ضم الحفل خريجي عام 2014 وحتى 2017 على مدى 5 أيام متتالية لفترتين صباحية ومسائية. للحديث أكثر مشاهدينا عن حفل التخرج معنا على الهاتف الدكتور أسامة الجودر، عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة التنظيمية لهذا الحفل. مساء الخير دكتور وحياك الله. مساك الله بالخير أخي العزيز، وحياكم الله جميعا. أهلا وسهلا بك دكتور. ودنا تحدثنا أكثر عن هذا الحفل لهذا العام، كيف جاء حفل التخريج لهذا العام 2018 تحديدا مقارنة بالحفلات السابقة؟ ما الذي ميز حفل هذا العام؟ في الحقيقة عامل مميز لهذا الحفل لهذا العام هو حقيقة عدد الخريجين بالنسبة للأعوام السابقة. هذا نعم. الحفل كان عدد الخريجين تقريبا اللي حضروا حفل التخرج تقريبا 5000 طالب وطالبة، ما شاء الله، موزعين على 3 يعني دفعات، دفعة 2014 و15 ثم 15 16 و16 و17، اللي هي آخر نعم دفعة طلابية. نعم دكتور، هل نسبة الخريجين في ازدياد بالنسبة لمعدل الطلبة المسجلين في الجامعة بشكل عام؟ هو حقيقة في السنوات الأخيرة يعني طبعا، وهذه نتيجة طبيعية، أن عدد الطلبة الملتحقين بالجامعة في ازدياد بشكل سنوي. نعم. والنتيجة يعني بيكون عدد الطلبة الخريجين أيضا في ازدياد. ففي السنوات الأخيرة يعني نقدر نقول نحن تقريبا حوالي من 1500 إلى 2000 طالب يتخرج سنويا. نعم. ف
فهذا يؤدي إلى أن الخريجين هذه الدفعة وصل إلى العدد اللي احنا شفناه ما شاء الله. نعم دكتور، يمكن أكثر سؤال يعني يأتي على أذهان الطلبة اللي متواجدين حاليا في جامعة البحرين، هل مصيرهم راح يعني يكونون موجودين في حفل تخرج يحتفلون سويا مع بعض، أم أن ستتكرر نفس العملية ثلاثة وأربع دفعات سويا مع بعض في حفل واحد؟ يا ريت لو تخبرنا وتطلعنا على خبر يمكن نفرحهم فيه من خلال حلقتنا لهذا اليوم. أبشر أبشر أخي العزيز. في الحقيقة هو يعني هناك ظروف أدت إلى تراكم حقيقة دفعات قليلة، يعني إحنا لو شفنا هذه الدفعة هي مجرد ثلاث سنوات. نعم. وما كان ما كان بتكون بهذه الصورة لولا ظروف معينة يعني حدثت وأدت إلى هذا الشيء. والعدد الزائد مثل ما قلنا نتيجة زيادة عدد الطلبة في الدفعة الواحدة. نعم. الآن إحنا الآن توجه الجامعة يعني في المستقبل حقيقة لا مختلف مختلف، يعني إن راح تكون إن شاء الله بإذن الله كل سنة بسنتها، كل دفعة من بعد تخرجها بتعمل الجامعة على يعني مدارسة الوقت المناسب في أقرب فرصة من بعد انتهاء السنة لعقد حفل التخرج. وهذا حقيقة يعني توجه موجود ناقشته إدارة الجامعة منذ يومين يعني. نعم. لإطمئن طلبتنا وأبنائنا الطلبة والطالبات إن إن شاء الله في المستقبل الجامعة توجه جاد إلى عقد حفلات التخرج في وقت يعني قريب من بعد انتهاء السنة الدراسية. بررت قلوبهم دكتور. هذا حقيقة هدف ومطلب لنا كلنا. نعم. يعني جميعا ويعني وهو حقيقة المعمول فيه في معظم الجامعات، وجامعات صحيح لا تختلف عن يعني نظيرها من الجامعات المرموقة في الحقيقة. بلا شك. نعم جهودكم جبارة وجميلة يعني، وحفل ضخم للأمان استمر على مدى عدة أيام. احنا نثمن جهودكم ونشكركم على جمال حرصكم، وبالنهاية ودنا دكتور أسامة يعني تنقل تحايا فريق عمل برنامج وأكيد بلسان كل خريج وخريجة ربما من جامعتكم يعني تحية حب لكم وتحية مودة على هذا العدد الضخم اللي في كل عام ترفدون للساحة الوطنية من أجل خدمة وطن الغالي البحرين. الدكتور أسامة الجودر عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة التنظيمية لحفل التخرج بجامعة البحرين، كل التحايا والحب لك. إذن مشاهدينا نطلع فاصل صغير ونعود لكم في البحرين اليوم، خلكم معنا. عندما تقدم الخير بقدر ما تستطيع لغيرك ومن دون مقابل فأنت بذلك قد قدمته لنفسك. وجمعية مدينة عزة التعاونية أقامت حفل لتكريم المتطوعين في الجمعية، تفاصيل أوفى وأجمل في سياق هذا التقرير. شيء صغير باختصار على أساس مثل ما للمتطوعين دور كبير في إبراز الطاقات وخلق صورة إيجابية للمجتمع، وهذا ما تسعى له جمعية مدينة عيسى التعاونية بتكريمها للأعضاء والرعاة في الحفل الذي أقامته للمرة الرابعة منذ تأسيس الجمعية. الاحتفال هذا يقام للسنة الرابعة على التوالي، يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة من خلالها احنا جمعناها كامل في هذه الليلة. هذا الاحتفال نحن نقيمه تكريماً للذين بذلوا مهجهم وبذلوا وقتهم لخدمة المجتمع تطوعياً، وبالخصوص الإخوة أو الأخوات الذين يكرسون جميع جل أوقاتهم لخدمة هذا المجتمع في ظل هذه الحكومة الرشيدة. ولا ننسى دور المرأة في المجتمع، فالبحرين سباقة في دخول المرأة لمجال العمل، وتضم جمعية مدينة عيسى التعاونية العديد من النساء المتطوعات التي كرمن بالحفل. دور المرأة في العمل التطوعي فيما يخص الجمعية دور كبير جدا، أصبحت المرأة حاضنة وتشجع على العمل التطوعي وتقود العمل التطوعي، وهذا الشيء لاحظته بشكل كبير من خلال عملنا في الجمعية كلجنة نسائية، من خلال روح الفريق، من خلال التعاون، من خلال الحرص الشديد على أن تظهر المرأة فعلا رائدة للعمل التطوعي أحيانا العديد من المناسبات. والجدير بالذكر أن جمعية مدينة عيسى التعاونية تأسست في عام 1972 والتي تهدف إلى تقديم الخدمات العامة للمجتمع.
سميت بهواية الملوك، ورغم تعدد الهوايات إلا أنها ما زالت حاضرة بشكل مميز. هواية جمع العملات التي ما زالت تقام لها معارض ومزادات، رح نتابع تفاصيلها في هالتقرير. نتابع. كنوز الماضي للتحف، معرض يتيح لك التجول بين مختلف الثقافات والقارات، تتعرف من خلاله على شخصيات مشهورة وآخرين غيروا العالم. برعاية من تمكين أقيم أكبر معرض للعملات في منطقة الشرق الأوسط بنسخته الثانية. مزاد ومعرض أرتوس 2018 ضم أكثر من 30 عارض من دول مختلفة. استقطب الموضوع يعني من شتى الدول، يعني تفاجأنا، حتى التواصل يعني بالمتابعة عن طريق الإنترنت، إن يعني كانت متابعات حتى من أمريكا، من ألمانيا، ما شاء الله، يعني كان في تتبع يعني حق الكاتالوجز والعمل اللي نزلت في المزاد. هي هواية قبل عرضة وبيع أو حاجة، احنا طبعا من هواة القدامة، واحنا نشجع ان شاء الله الشباب على انه يكون هواة جمع كل تراث اهل البحرين من اي حاجة تهم البلد، لان هذا تراث وهذا ارث وهذا كنز الى اهل البلد. احنا الجيل فقط واجيالنا ما يهتمون في هالهواية، ما بيهتمون حقيقة، يعني احنا نبغي دماء جديدة، نحاول نجلب دماء جديدة من الشباب والشابات علشان لا تندفع الهواية هذه. الغاية من المشاركة في هاي المعارض انه هو التعرف على الهواة الجدد في هاي الهواية، التعرف على الناس اللي يتعاملون في الهواية نفسها، وتنمية المعرفة الزيادة. الناس أكثر شيء تهتم للعملات الورقية، والأخص اللي هي مثل ما نعرفها أن هي مثلا تطلع أن هي جديدة غير ملموسة، هذه يسمونها يعني عندهم اصطلاح أنسر، اللي هي أنسر كوليتد. والهدف من هذا المعرض طبعا احنا مثلا نجتمع مثلا بالنسبة إلى جميع المشاركين والعارضين من داخل البحرين وخارج البحرين، سواء الخليج أو الدول، وبالنسبة فيهم بعد حتى في دول يعني أجنبية مثل أمريكا وغيره ودول ثانية. وهذا يعطينا خبرة من كل، يعني احنا المشاركة بعد نستفيد كخبرة بعد. أنا يعني استوقفني رد ويعني رأي بعض المشاركين اللي قال فعلا نحتاج لدماء جديدة. أتوقع موجود الدماء الجديدة وموجود ناس ما زالت مهتمة يعني الأمور الجميلة، بس في ذات الوقت بالفعل إحنا ما زلنا محتاجين اهتمام أكثر يعني من قبل الناس بمثل هذه الهوايات ودعمهم أيضا، بالإضافة للدعم اللي هم قاعدين يحصلونه اليوم. مشاهدين أكيد نتحدث ونسولف شوية أكثر عن هالمعرض اللي ربما استثنائي وفريد من نوعه. ومعنا على الهاتف الأستاذ محمد العرادي، صاحب معرض ومزاد أرادوس للعملات. الله يمسيك بالخير أخوي محمد وحياك الله. مسيك بالنور والسرور استاذ سالم، شلونك؟ اهلا وسهلا فيك، الله يخليك، انت شلونك؟ الله يطول عمرك. الله يعطيكم العافيه. بالبدايه احنا ودنا نثمن جهودكم ونشكركم على يعني الجهود الجباره في اقامه هكذا معارض جميله، يعني تمتع السائح وتمتع ابن البلد اللي يكون مهتم ربما بمثل هذه الامور. محمد، شو الدافع الى اقامه معرض أرادوس للمره الثانيه على التوالي؟ طبعا مملكة البحرين معروفة أنها هي حضارة قديمة وشعبها شعب أصيل ومثقف، فهذا المعارض مو بغريبة على أهل البحرين ولا بغريبة، نعم، على أنها تعكس هذه الحضارة. الدافع طبعا هو أن بين للناس حضارة البحرين وثقافة، نعم، أهل البحرين، ونحافظ على هذه الهواية، لأن هذه الهواية هي تعكس حقبة تاريخية معينة. هذه العملة مثلا وهذه الوثيقة وهذه الطابع هو في النهاية يعكس أو يوضح حقبة زمنية معينة، وهذا، نعم، الشيء بيفيدنا إحنا لأن نتعلم إحنا من الماضي ونحافظ على تراثنا، نعم، وهذا
يعني محمد، يا ريت لو تكلمنا اكثر عن الاقبال بشكل عام عن هذا او على هذا المعرض تحديدا وعمليه البيع والشراء فيه، هل كان هناك فعلا ازدحام؟ سمعت منك ايضا ذكرت في التقرير ان هناك ايضا مشاركات من المانيا وبعض الدول الاوروبيه، كلمنا عن هذه المشاركات تحديدا. نعم، احنا حرصنا في هذه الفتره وهذه المعرض نعم انه يكون في عنصر اجنبي بعد، مو بس العنصر البحريني او العنصر الخليجي، حتى نحاكي مثل ما يقولون المعارض اللي موجوده برا. هوايه العملات بشكل خاص وطبعا هي هوايه معروفه وموجوده عالميا، وفي يوجد ايضا جمعيه عالميه تضم الهواه من مستوى من مختلف دول العالم. وانتم عضو فيها هذه الجمعيه محمد؟ اي نعم. انتم عضو من هذه، يعني عضو في هذه الجمعيه العالميه؟ اي نعم. وانتم الوحيدين من البحرين ولا هناك ايضا اشخاص اخرين ايضا اعضاء؟ في اشخاص اخرين طبعا، وهذه الجمعية العالمية تصدر بيانات وتصدر بحوث جميل فترة عن العملات والطوابع وعن الوثائق أيضا. فهذا المعرض ضم كوكبة من كبار الهواة من مختلف دول العالم، يعني عندنا الأستاذ دييغو باز، هذه من كبار الهواة على مستوى العالم وهو من الولايات المتحدة الأمريكية ما شاء الله. عندنا أيضا كهواة عادة احنا نحب نحافظ على الورقة خاصة العملات الورقية، نحاول نحافظ عليها من الاصفرار او انه يكون فيها مثلا ثانية او شيء. محمد انا الحين وانت تسولف لي عن هالعملات انا صار راودني سؤال غريب. تفضل. اذا سمحت لي، شنو هي اقدم عملة موجودة عندك؟ من وين وكم يعني طبعت سنة كم؟ كان عندي عملة حق النمسا سنة 1870 ما شاء الله. نعم طبعا الفكره في ندره العمله مو بس التاريخ، هو عامل الطباعه، ممكن يجي لك عمله من العملات حديثه طباعتها ولكن نعم تم في فتره بسيطه. من الاشياء مثلا اللي كانت موجوده عندنا في المزاد، لان الفعاليه هي عباره عن معرض ومزاد ومتحف ثقافي او تراثي تحت جمعيه البحرين اللي هو طوابع البريد. طبعا هذه الفعاليه كانت تحت الشريك الاستراتيجي تمكين ما شاء الله. عندنا كان عملة أرامكو، هذه الناس عندهم عملة خاصة فيهم إذن. إيه نعم، وهي عبارة عن سند يسمى 10 باونز أو 10 بوينتس، وكان البوينت الواحد أو النقطة الواحدة تعادل الدولار الأمريكي. تخيل أن هذه العملة تم نعم استخدامها قبل إصدار الريال الحج السعودي، يعني هذه العملة ما شاء الله هي أول عملة ورقية سعودية وهي عملة أرامكو. وتم استخدامها لفترة بسيطة جدا. قاعد تتحفنا بهالمعلومات الجميلة يا محمد وتشوقنا أكثر نحن نشوف لكم معرض قادم. متى إن شاء الله معرضكم القادم؟ احنا عندنا فعاليات مختلفة ومتنوعة على مدار السنة. في بعض المزارات احنا نسويها على جروب الواتساب، وبعض المزارات نسويها في أرض الواقع مثل اللي هو فندق إليت. مزادنا ومعرضنا في شهر واحد هذه ثابت سنويا احنا نسويه. متى المعرض القادم محمد؟ أو إذا كان مزاد مثل ما تفضلت، المزاد القادم، المزاد الكبير إذا كان يوجد تاريخ معين. المزاد الكبير إذا صح التعبير راح يكون السنة الجاية شهر واحد، ولكن عندنا نعم مزاد خيري بالتعاون مع أيادي الإغاثية، جمعية أيادي الإغاثية. جميل. أي عملة ننزلها إحنا راح نعم تكون لجمعية أيادي الإغاثية، هذه الفعالية تكون في رمضان عادة. هذه مزادنا القادم إذا صح نعم التعبير. إحنا نتمنى لكم كل التوفيق والسداد محمد العرادي صاحب معرض ومزاد أرادوس للعملات، شكرا لانضمامك لنا. مشاهدينا نواصل تقاريرنا في حلقة البحرين اليوم، وأكيد تقاريرنا مستمرة ولكن بعد هالفاصل ابقوا معنا. الحرف اليدوية التقليدية إرث تاريخي عريق مستمر مع الأجيال، وحفاظا على هذا الموروث حرصت هيئة البحرين للثقافة والأثار على إقامة ورش عمل لتعليم هذه الحرف. نتابع هذا التقرير عن صناعة السلال تحديدا. من بلد المليون نخلة اشتهرت البحرين منذ القدم بصناعة السلال باستخدام سعف النخيل. رغم الفترة البسيطة اللي تعلمت فيها أم محمد صناعة السلال، حبت تنشر هذه الحرفة التقليدية بين الجيل الحالي من خلال إقامة ورشة عمل صناعة السلال في متحف موقع قلعة البحرين. أخير حبيت أسوي شيء مال زمن اللي كنا عشنا فيه، من الأشياء هذه وايد أحبها، صفرة كنا نوكل عليها، نبي يعني يكون شيء يحسون فيه الناس
انه كان هذا الشيء موجود. ابي يعني يكون هذا الشيء اكثر ما يندثر. ياتنا فتره ما في، يعني خفت هذه الشغله كلش. تمر صناعه السلال بمراحل عده، بدءا من اختيار السعف المناسب الى الشكل النهائي. يعني هاي من الوسط، من القلب للشارع، من الخاله اللي ياخذونه هاي يبسونه، يصير ابيض لونه، يصير حلو لونه، ابيض خالص يعني. واللي يصير شوي ايبس نلونه، في الوان خاصه لهم نسوي، يعني ناخذ كل لون بروحه، نحطه سخن الماي وهذي وننقع فيه ونشيله منه ونخلطه، يعني نخلي شوي يستوي اللون ونطالعه يصير لونه حلو. عقب ما يبس نخليه يبس، يصير يابس نربطه ونخلي كل واحد لونه بروحه. واكلنا بنسوي ناخذه ننقع في الماي، يعني مثل ابي تشكيله اسويها، حتى مثل البدايه في اثنين حتى اثنين ابيض اثنين لون ثاني، ابي حط خمسه الوان غير، حط لون واحد غير، بعد اقما يكمل يصير لونه حلو، تشكيلته حلوه. احياء المنتوجات التقليديه في الحياه العصريه يساهم بشكل كبير في الحفاظ على التراث الاصيل. في المعاريس يستعملون، في الحفلات يستعملونهم، في الحنة يستعملونهم، يعني صارت أشياء وايد حلوة. فرشت الحصير وحطت فوقها طاولة دائرية مدورة، وحطت فوقها صفرة وحطت عليها نايلون شفاف، وحق الأكل حطت عليهم الصفرة صغيرة تحت الصحون. وفي ناس يوني يشمون ريحة خوص، يشمون ريحة الصفرة، ريحة الجزفير. الله يرحم أمي، الله يرحم أبوي، هاي اللي أنا أستانس عليه. يا زين أهل البحرين، يا زين أمهاتنا أبهاتنا، يا زين كلامهم، ريحتهم، شغلهم، تعبهم، جهدهم، كل قطرة عرق تنزل منهم من أجل لقمة عيشهم، من أجل أنهم يظهرون لنا التراث البحريني الموروث الشعبي الأصيل بكل صورة جميلة للأجانب، للزوار من كل يعني حدب وصوب يأتون إلى البحرين. يعني التقرير جميل، تابعنا أم محمد بكلامها الجميل، يعني ربما قاعدة تقدم ورشة عمل لأجانب حسب ما شفنا في التقرير، تقدمه بكل حب وفعلا ما يخرج من القلب يصل للقلب مباشرة. كلمات أم محمد يعني هي تعبر اليوم عن العديد من البحرينيين والبحرينيات اللي فعلا يعملون بحب، يعملون يعني بإخلاص وإتقان تام في عملهم من أجل أنهم يعني يظهرون البحرين بصورة جميلة لكل شخص يمر علينا، وما يترجون ولا ينطرون كلمة كبيرة، مجرد ينطرون كلمة صغيرة، الله يرحم أبوك والله يرحم أمك، مثل ما قالت أم محمد. تحية لهالنوعية من الأشخاص اللي فعلاً يرفعون الرأس، واللي فعلاً بهم نرفع إحنا الرأس أهل البحرين. مشاهدينا هذه كانت حلقتنا لليوم، وأكيد إن شاء الله بكرة وبعده ولغاية الخميس من 5 إلى 6 راح نلتقيكم على حب وعلى خير، ونغطي لكم كل فعالياتنا الطيبة اللي تقام على هذه الأرض الغالية. نلتقيكم على خير، ومن أجل الخير دائماً دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.